بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد، وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الآية التي بين أيدينا هذه الليلة إن شاء الله تعالى هي قوله جل وعلا في سورة البقرة في الآية 17: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الآية ابتدأت بذكر ما يفهم منه الإفراد في قوله مثلهم كمثل الذي، وهو اسم موصول يستعمل في المفرد عادة، ثم ختمت الآية بما يفهم منه الجمع ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فضمير هم في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم أيضا في ظلمات لا يبصرون، كل هذا يفيد أو كل هذا يستعمل في الخطاب عن أو في الحديث عن الجمع، فهي ضمائر غيبة للمتعدد. فهل هو واحد؟ هل الممثل به واحد أم الممثل به جمع؟ واضح. ومثل هذه يعني إنما يريدها المصنف رحمه الله للتكميل، وإلا بعض الموردات في الآيات التي يذكرها على وجه أن فيها توهما يدفعه، يعني هي من الأمور القريبة، ومعلوم أن التوهم قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، لكن هو رحمه الله جمع كل ما يمكن أن يكون موردا من موارد التوهم سواء كان قويا أو كان ضعيفا، ومنه هذا. فقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الذي استوقد نارا، هذا خطاب عن مفرد، ثم في النهاية قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فما الجمع بين هذين؟ يقول والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها. ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد نارا أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس أي كالذين ينفقون، بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقوله وخذتم كالذي خاضوا، بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد، وقول الشاعر وهو أشهب ابن رميلة وأنشده سيبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم
هم القوم كل القوم أم خالدي. وزعم ابن الأنباري أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع اللذ بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد أريد به الجمع، وكلام سيبويه يرد عليه. وقول عديل ابن الفرخ العجلي وبت أساقي القوم إخوة الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي. وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه ولا يخفى ضعفه. ذكر المصنف رحمه الله الجواب في ما يتعلق بالجمع بين الإفراد في الضمير أو في الاسم الموصول والجمع في الضمير، الإفراد في الاسم الموصول الذي والجمع في الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. خلاصة ما ذكر رحمه الله أن الذي التي في صدر الآية بمعنى الذين، أن الآية الذي في صدر الآية بمعنى الذين، وأن الذي من صيغ العموم، وإذا كانت من صيغ العموم فإنها تفيد في المعنى الجمع، وإن كانت في اللفظ أفادت الإفراد. فذكر رحمه الله جوابين، الجواب الأول أن الذي هنا وإن كانت مفردا باعتبار اللفظ إلا أنها جمع باعتبار المعنى، فما ذكره في آخر الآية المنظور إليه هو المعنى، فالجمع الذي في الآخر في آخر الآية هو نظر إلى المعنى، وأما لفظها فلفظها مفرد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجمع أن الذي بمعنى الذين، أن الذي بمعنى الذين. والوجه الثالث وقد ضعفه أن الذي هنا على وجهه هو لفظ مفرد والمعنى مفرد، لأن الذي استوقد أي طلب الإيقاد واحد لجماعة، وهذا ضعفه لأنه إذا كانوا جماعة فالذي يستوقد في الغالب قد يكون متعددا لا يتعين أن يكون واحدا. إذن ثلاثة أجوبة ذكرها رحمه الله للجمع بين صدر الآية وآخرها، للتوفيق بين الإفراد الذي في أول الآية والجمع الذي في آخرها. وقوله الأول أن الذي مفرد بالنظر إلى اللفظ جمع بالنظر إلى المعنى، وأن ما جاء في آخر الآية من جمع هو باعتبار ما أفاده اللفظ من معنى الجمع. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الذي في كلام العرب بمعنى الذين، وساق لذلك شواهد كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به مفرد، والذي جاء بالصدق وصدق به مفرد، ثم قال أولئك هم المتقون، وكذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. في أول آية قال يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب لجمع، لا تبطلوا خطاب لجمع صدقاتكم بالمن والأذى، عندنا النداء وعندنا الفعل لا تبطلوا، هذه الخطاب فيها لجمع. ثم قال كالذي ينفق أي مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس، هنا الذي بمعنى الذين، كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. الفرق ما هناك، ما تحتاج أنك تنظر إلى هنا. يقول إن الذي تأتي بمعنى الذين، تستعمل في مقام الذين، ما تحتاج أن تقول أنه اللفظ مفرد والمعنى جمع. هنا يقول هذا يقوم مقام هذا. واضح؟ فالفرق أنه ما تحتاج أن تنظر إلى أن هذا لفظ مفرد وأن الجمع باعتبار المعنى. أما على الوجه الثاني، هذا على الوجه الثاني أن هذا يقوم مقام هذا. أما الوجه الأول فيقول لا، الذي في الغالب تستعمل للمفرد، لكن إذا جاءت في سياق الجمع فالمنظور إليه لا لفظ الاسم الموصول إنما معنى،
واضح الفرق بين القولين؟ اتضح يا اخوان. طيب واما القول الثالث فهو واضح، وذكر الاطال في شواهد مجيء الذي بمعنى الذين قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هذا في تأكيد معنى قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فقال في ختم الآية لا يقدرون على شيء مما كسبوا فأخبر عنهم بالجمع، وكقوله وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم مثل الذي خاضوا، بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية، لأن الذي فيها قولان أنها موصولة وأنها مصدرية. ما الفرق بينهما؟ وخضتم كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا، هذا إذا كانت موصولة، وإذا كانت مصدرية يكون المعنى كخوضهم، وخضتم كخوضهم، هذا معناها إذا كانت مصدرية. ونظير هذا من كلام العرب يا ربي يا ربي عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذين قاموا بأطراف المسد، الذي هنا بمعنى الذين، وإلى آخر ما ذكر رحمه الله. وأما الوجه الأخير فهو بالنظر إلى من أوقد النار أنه واحد لجماعة، أوقد النار واحد لجماعة، فأفرد المثل في أوله وذكر الجمع في الأخير بالنظر إلى إيش؟ أن ذهاب الضوء يتضرر به كم؟ واحد ولا جماعة؟ الجماعة. إذا استوقد واحد ثم طفئت النار، النور يذهب عن المستوقد أو المستوقد ومن معه؟ المستوقد ومن معه. واضح؟ طيب نعم. يقصدون أنه تأتي يعني الذي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فهي لا يقصد بها واحد بعينه، إنما يقصد به كل من قامت فيه هذه الصورة ولو كانوا أكثر من واحد، هذا معنى أنه جمع في المعنى، بمعنى أنه الذي ما تصدق لو قال كمثل زيد استوقد نارا، الآن زيد ما يمكن يتعدى هذا المثل شخص زيد لأنه معين لا يفيد العموم، لكن لما قال مثلهم كمثل الذي، فالآن الاسم صيغته مفردة لكن معناه يصدق على كل من حقق هذه الصورة ولو كانوا ما كانوا من العدد. واضح؟ طيب المثل الآية الثانية قوله تعالى صم بكم عمي، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وكقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم أي فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إلى غير ذلك من الآيات. وجه الجمع ظاهر وهو الإشكال، أولا وصفهم الله تعالى بأنهم صم بكم عمي، والصمم عدم السمع ذهاب السمع، والبكم عدم القدرة على الكلام، والعمى ذهاب القدرة على الإبصار. يقول الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هنا يقول وصف الله تعالى المنافقين بأنهم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وجاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، معنى هذا أن لهم سمعا وأن لهم أبصارا، وكذلك قال وإن يقولوا تسمع لقولهم، معنى هذا أن لهم قول. فالآن بين ما يعارض الصمم الموصوفين به في قوله صم، حيث قال لذهب الله بسمعهم فأثبت لهم سمعا، والعمى في قوله وأبصارهم، والبكم في قوله وإن يقولوا تسمع لقولهم. فالآية ما المراد بالصمم مع
ما جاء في القرآن من أنهم يسمعون؟ ما المراد بالعمى مع أنه جاء في القرآن أنهم يبصرون؟ ما المراد بالبكم مع أنه جاء في القرآن أنهم يتكلمون؟ ها يقول رحمه الله: ووجه الجمع ظاهر. وهذا الذي ذكرته قبل قليل، هذا الذي ذكرته قبل قليل، من أن المصنف يأتي بكل ما يمكن أن يكون موضعا للتوهم، كل ما يمكن أن يكون موضعا للتوهم، سواء كان توهما قويا أو توهما ضعيفا، واضح؟ فهنا لوضوحه وظهور المعنى قال: ووجه الجمع ظاهر، أي لا عناء في بيانه وإيضاحه. يقول رحمه الله: وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قعنب ابن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وقول الشاعر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. وقول الشاعر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. أسمع خلق الله حين أريد. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصالها. طيب، إذن الجمع واضح وظاهر كما قال المصنف، وهو أن النفي عن السماع، نفي السماع والإبصار والكلام عن هؤلاء المنافقين، إنما هو فيما يتعلق بالسماع المفيد والإبصار المفيد والكلام المفيد، وهو سماع الحق وإبصار الحق والتكلم به. وأما ما جاء من إثبات السمع والبصر والكلام فهو إثبات للواقع، من حيث أنهم يسمعون ويتكلمون ويبصرون، لكنهم لا ينفعهم ذلك في الوصول إلى الحق. فلما عطلت هذه الآلات عن أعظم مقاصدها، وهو معرفة الحق والقيام به، كانت كالعدم. لما عطلت هذه الأدوات، هذه الحواس، عن المقصود الأعظم بها، وهو إدراك الحق والقيام به، كانت كالمعدومة، كانت كلا سمع ولا بصر ولا قدرة على الكلام. يقول رحمه الله: إذن هذا هو ملخص الجواب. وساق أن العرب تنفي هذه الأمور عندما لا تسخر فيما يقصد منها أو فيما ينتفع به منها. قال رحمه الله: وقوله فإذا ذهب الخوف، نعم أيوه، قوله رحمه الله: وجه الجمع ظاهر، وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين الله تعالى هذا الجمع في قوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. كم من الآية؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ولذلك قصور في الكتابة أن يقتصر على ما ذكر هنا، لعل من النساخ يعني تتمة الآية في الجمع هو أن تذكر الإثبات والنفي. وما يقول تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فلما كانوا جاحدين لم تفدهم تلك الآلات
وتلك الوسائل وصولا للحق كانت كالعدم. يقول لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب هذا البيان. ثم قال إن هذا الأسلوب جاري في لغة العرب، وذكر له شواهد: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فهم لا يسمعون المدائح والفضائل التي يوصف بها هذا الناظم، لكنه عندما يسمعون شرا تنفتح أسماعهم لحقدهم وحسدهم وسوء ما في قلوبهم. وأيضا ذكر قول الشاعر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، يعني إذا سمع شيء ما يريده ما كأنه لم يسمع. وأسمع خلق الله حين أريده فيما يحب وما يشتهي. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. وآخر ما قال فيما يتعلق بالكلام: وإن كلام المرء في غير كنهه، يعني في غير حقيقته، الكنه الشيء حقيقته، في غير كنهه لكالنبل. النبل ما يرمى به في القتال وهي السهام، لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها، أي يرمى بها لكن ما فيها نصال تصيب، ليس فيها نصاب، ليس فيها نصال. النصل هو رأس السهم الذي يخرق الغرض والهدف، فهو كنبل ترميه لكن لا ليس فيه نصل، وبالتالي لو أصاب ما أتى بثمرة، ليس له فائدة ولا ثمرة. هذا مقصوده، هذا مقصوده رحمه الله. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الآية. هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل العهدية، وقد قال تعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. وجه التوهم هنا مجيئها، مجيء النار معرفة ومجيئها منكرة. معرفة في قول: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقودها الناس والحجارة. والألف واللام هنا للعهد الذهني، وهو ما جاءت به الأنبياء من التهديد للمعاندين المكذبين. النار اسم جامع للعذاب الكامل الذي أعده الله للكفار والعصاة. هذا أجمع ما يقال في تعريف النار، اسم جامع لما أعده الله تعالى من العذاب في الآخرة للكفار والعصاة، ولها أسماء كثيرة. فقوله تعالى: فاتقوا النار، لما تقول لشخص هذا الكلام فاتقوا النار، تحدثه بما يعرف، وإلا لكان يقول: ما هي النار التي تهددنا بها أو تطلب منا أن نجعل بيننا وبينها وقاية؟ يقول له: هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم، لأن الألف واللام هنا للعهد الذهني، وهما في أذهانهم من النار التي أعدها الله تعالى للكفار والعصاة، بدليل أن الألف واللام العهدية. وقد قال تعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول رحمه الله: فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة، لأن التنكير يأتي للمجهول غير المعروف، لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم وصفها: وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة شداد غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: ووجه الجمع بين إيش؟ بين مجيء لفظ النار معرفا ومنكرا. معرفا يفهم أنها معروفة لديهم، ومنكرا يفهم أنها ليست معروفة. كيف الجمع بين هذا وذاك؟ يقول: ووجه الجمع،
أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة والحجارة وقودا لها، فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار. ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية، لأنها معهودة عندهم في آية التحريم. ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما، وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع، لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس، ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم الموصول وصلته وين؟ قوله التي وقودها الناس والحجارة، هذا الموصول، الاسم الموصول وصلته يقول دليل على العهد، أي على أنه يتحدث عن شيء يعهده السامع، يعرفه السامع، حاضر في ذهن السامع، وعدم قصد الجنس، يعني وليس المقصود جنس النار، حتى لا يقال إن الألف واللام هنا للجنس لتشمل كل نار يمكن أن تكون، إنما هي نار يعرفونها، وهي ما هددت به الرسل المكذبين المعارضين لدعوتهم. نعم. قال ولا ينافي ذلك، أن سورة التحريم مدنية، وأن الظاهر نزولها بعد البقرة كما روي عن ابن عباس، لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس. وهذا جمع بين، يعني هو الآن ذكر أن هذا الجمع سليم ومتوجه، ثم أورد إشكالا أن سورة التحريم مدنية وأنها بعد سورة البقرة، فكيف يأتي التنكير في سورة التحريم مع أنها بعد سورة، فأجاب عنها بعد سورة البقرة، فأجاب عن هذا بأنه يحتمل أن تكون الآية مكية وإن كانت السورة مدنية. وابتداء الجمع هو في قوله رحمه الله، قال وجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها، فنزلت آية التحريم تعرف بذلك، فالتنكير هنا بالنظر إلى عدم الإحاطة بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى، فعرفوا منها ذلك من صفات النار. ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية، لأن هذه الصفة قد عرفت في سورة التحريم. أورد الإشكال الذي ذكرته قبل قليل، وهو ما ذكره من أن سورة التحريم متأخرة النزول عن سورة البقرة، فقال في الجواب عن هذا أن ذلك لا يعرض لاحتمال أن تكون هذه الآية قد نزلت في مكة. طيب، بناء الجمع على الاحتمال يمكن أن يقال، طيب أنت يعني كيف توجه الآية على احتمال وليس على ذلك دليل؟ لأن الأصل إذا وصفت السورة بأنها مكية أو مدنية، الأصل أن جميع ما فيها مكي أو مدني، فانتقاء آية معينة والقول بأنها على خلاف نسق الآيات الأخرى لابد فيه من إقامة ما يدل على ذلك، كان تخبر مثلا عن شيء في المدينة لا يمكن أن يكون في مكة، فهنا إذا كانت كذلك يقال أن هذه الآية مدنية، لأن الحدث الذي تحدثت عنه مكي أو مدني، وإن كانت في سورة مكية أو كانت في سورة مدنية. الجواب فيما يظهر لي والله أعلم، وأنا يعني تأملت كثيرا عدم ذكر الشيخ رحمه الله له، ما وجدت له وجه بين. الذي يظهر لي والله أعلم أن التنكير ليس فقط للمجهول وغير المعلوم، إنما التنكير يأتي للتفخيم والتعظيم، فالتنكير يأتي في اللغة تفخيما ويأتي تحقيرا ويأتي
في الخبر عن المجهول، فقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي عظيمة كبيرة، فهذا التنكير للتفخيم. وبهذا ننفك من إشكالية اللي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قضية أن السورة مدنية وبعد سورة البقرة، فإراد الاحتمال للمخرج من هذا أن يقال إن هذه الآية مكية وإن كانت السورة مدنية. واضح يا إخوان؟